يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد من الله علي بحفظ كتابه الكريم، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه. يقول فهل إذا كنت أنوي أيضا أنه يكون سببا في رحمة والدي وأن ينفعهم الله بسببي، هل هذا ينقص الأجر من أن يكون خالصا لله؟ لا ينقص الأجر. إذا كنت تريد الخير لوالديك وتدعو لهم وتستغفر لهم وأنهم هم السبب في حفظك للقرآن، ساعدوك عليه، تدعو لهم، هذا شيء طيب ولا ينقص من أجرك شيء. نعم.